أهلا بكم جميعا في هذا المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة تحت شعار النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة. إن استضافة الجامعة لهذا المؤتمر يأتي استمرارا لجهودها نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ما تميز به هذا المؤتمر السنة هذه أنه العنوان الخاص فيه أو الثيم هو النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحديدا في برنامج جودة الحياة. قيادتنا الرشيدة وضعت كافة السبل لدى المجتمع بأن توفر لهم جميع المناشط وجميع البنية التحتية لتساعدهم على ممارسة النشاط البدني للابتعاد حقيقة عن أو لحمايتهم من الأمراض، وكذلك لتأهيلهم لممارسة مزيد من الأنشطة البدنية التي تعود عليهم بالصحة والعافية وترفع من رفاهيتهم.